إذا كنت من المتابعين لعطاء لتشانو تتذكر هالجملة من أول حلقة بربوز، ومع أنه صعب بموضوعيتها نستسلم إلها فلسفياً، ما فينا ننكر أنه على مستوى نفسي ذاتي وأحياناً عملي هالحكي بيمثل تجربتنا فعلياً لدرجة كبيرة من الدقة. وعلى الأساس التكنولوجيا من خلال تطورها المستمر عم تتلاعب بواقعنا كل الوقت، واليوم نحن عم نراقب عن كثب أولى الخطوات المهمة لأحدث هدايا التكنولوجيا لنا بما يخص هذا الموضوع، ويلي هن الـ AR الـ Augmented Reality الواقع المعزز، والـ VR الـ Virtual Reality الواقع الافتراضي. بالواقع الافتراضي بالـ VR بيتم فصل وعزل الإنسان عن محيطه الفيزيائي ومدخلاته، بحيث يتم استبدالها بالمدخلات الحسية كلها أو على الأقل البصرية والسمعية منها حالياً، تجي من الهيدسيت يلي هو مختار يلبسها بالبيئة يلي هو مختار يكون فيها افتراضياً، مع وعيه طبعاً بأنه هو إساته عايش ضمن العالم الفيزيائي، لكن هو حسياً كتير immersed ومندمج بواقعه الافتراضي. بينما بتقنيات الـ AR الواقع المعزز ما بيتم فصل الشخص عن الواقع المادي، وإنما بيتم تعزيز هذا الواقع الفيزيائي، بيتم خلق لاير وطبقة جديدة من البيانات الرقمية بينه وبين الواقع المادي، بحيث إنها تضيف objects وإشياء افتراضية مرغوبة من قبله، بيتم إسقاطها على الواقع المادي المحيط فيه، ممكن تعطيه معلومات إضافية عنه in real time أو تسهل عليه المهام يلي عم يقوم فيها ضمن هذا السياق الفيزيائي يلي هو فيه. واليوم غالباً تقنيات الـ AR أخذ شكل نظارات، لكن بالمستقبل رح تأخذ شكل Smart Contact Lenses عدسات لاصقة ذكية، وسامسونج أوريدي أخذ براءة اختراع مشان تعمل هيك منتجات. بشكل شبيه فينا نحكي عن تقنيات الـ VR الواقع الافتراضي، بحيث أنه صحيح اليوم هي على شكل هيدسيت أو نظارات كبيرة بجوز يكون من المزعج أنه الواحد يحطها على راسه، لكن بالمستقبل مع تطور الأسي للنانو تكنولوجي وتطور فهمنا لطريقة عمل أدمغتنا عصبياً، رح يكون في قدرة للنانو بوتس بأنها تتفاعل بشكل مباشر مع النورونز بأدمغتنا، بحيث أنها تقدر تتفاعل معها وتطفي وتشغل النسبة المضبوطة منهم، بحيث أنه تقدر تحط الشخص تماماً وكلياً بالبيئة اللي هو مختار يكون فيها، وقتها رح يكون فيها هو immersed كلياً بكل مدخلاته الحسية بدون استثناء، وقتها رح يصير صعب الفصل بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي. وحلقات قادمة من ريبلز رح نحكي عن قديش ممكن تطبيقات هاي التقنيات تكون مفيدة وتغني كتير نواحي مختلفة بحياتنا، اشي يمكن من فترة كتير قصيرة كنا اعتبرناها ضربة من الجنون واعتبرنا فعاليتها سحر، لكن هلا رح اترك لخيالك ينسج السيناريوهات المحتملة، املا انه ما توقع بالفخ السهل يلي مهدت له كتير افلام يلي لازم تتذكر انه ما بيهمها الا الاكشن والقصة المثيرة اكتر بكتير من الدقة العلمية او اي شيء تاني. وعلى كل حال بخصوص المتعصبين المتشككين يلي دائما عنده مشكله مع كل تكنولوجيا جديده، يلي بسهوله قادرين يتخيل واحد فيهم جاي عم يحكي لنا بانه رح يرفض هاي التقنيات من اساسها لانه رح تفصله عن الواقع الحقيقي، او ممكن يفضل الـ AR over الـ VR على نفس الاساس، فاذا بدك رايي كل شخص ما عنده مشكله يتسمع على الاغاني، كل شخص بيحضر تلفزيون او بيحكي على التليفون، كل شخص مستعد يحط نظارات طبيه او حتى شمسيه، هو اوريدي رحب بهالتكنولوجيا وبالتالي رح يرحب بأي امتداد طبيعي لإلى من هدول الأشكال اللي عم نحكي عنها. انت شو رأيك؟